تزامنا مع الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني حماية، نظمت رئاسة الأمن العام لشؤون المجتمع بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة ورشة عمل بعنوان احمي نفسك مفاتيح الاستخدام الآمن، وذلك للاعب نادي الاتفاق من فئة الناشئين. بداية نشكر وزارة الداخلية على تعاونها ومع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة. تأتي هذه الفعالية لتمثل وتعكس التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني. هدف الفعالية أو الحملة هي رفع الوعي ولدى الناشئة. تركز هذه الفعالية على حماية الأطفال من الابتزاز، وكذلك تغطي الجوانب القانونية وتغطي جوانب كثيرة من الثقافية والتنظيمية. نعطي في المحاضرة توضيح إلى المفاتيح لاستخدام الآمن، نوضح لهم الأمور اللي تكون فيها مثلاً من ناحية استخدام برامج التواصل الاجتماعي والابتزاز اللي يصير من ناحية الاختراق. تم أعطاهم الإجراءات الأولية بحيث إنه ما يتواصلون مثلاً معهم، ما يستجيبون إلى الطلبات، وأيضاً يتم إبلاغ الوالدين مباشرة والجهات المختصة ذاتها. فيزيد من توعية الشخص اللي يستخدم البرامج التواصل الاجتماعي وتقليل الخطر من ناحية إنشاء مثلا كلمات مرور قوية وعدم مشاركتها، وأيضا يقوم هو بحماية المعلومات الأولية إليه. استفدت من المحاضرة واجد أشياء، منها عن كلمة المرور كيف نغيرها، كيف نحطها، الأشياء اللي لازم نحطها في كلمة المرور. أشكر وزارة الداخلية في هذه المحاضرة التي علمتني فيها أن لا أعطي الباسورد في الهاتف أو في الكمبيوتر شخص أنا لا أعرفه فيه، وأحمي أهلي من الابتزاز. وشكرا على المحاضرة. نشكر وزارة الداخلية على محاضرة الإنترنت والاختراق، والبالذات استفاد منها فئة الأطفال الصغار من ابتزاز من اختراق، وشلون يحمون أنفسهم وشن الإجراءات اللي يسوونها إذا صار مع الشعب. واستهدفت الورشة تنمية وعي المشاركين بمخاطر الإنترنت وسبل التعامل مع البرمجيات الخبيثة، وذلك لحمايتهم من أي اختراق إلكتروني، ترسيخا لمفاهيم الأمن الإلكتروني للاعب النادي.